بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج ہفتے کے دن کسی بھی وقت یہ پیاری سی کلمات ضرور پڑھ لیں جو شخص ہفتے کے دن یہ پیارے سے کلمات پڑھتا ہے اس کی تمام مشکلیں حل اور تمام دعائیں قبول کی جاتی ہیں تو دوستو آج ہفتے کے دن یہ پیاری سی کلمات دن میں کسی بھی وقت ضرور پڑھ لیں الله أبكي ہر دعا کو قبول فرمائے گا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله هو الله الذي لا إله إله إلا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وهو العزيز الحكيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين سبحان الغني العظيم ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويا ارحم الراحمين ويا راحم المساكين يا أفضل الأولين ويا آخر الآخرين ذا القوة المتين يا مقدر كل قدر يا ذا الجلال والإكرام يا مقدر كل قدر يا ذا الجلال والإكرام ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين يا اول الاولين ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم